إصلاح الموارد المائية والأراضي الزراعية لصالح المواطنين يعد من أولويات الحكومة، ومن أجل تفقد سير عمل مشروع الاستصلاح المائي والزراعي لبحر لينيا وكذا معرفة الصعوبات التي تواجه تنفيذه، قامت وزيرة استصلاح الأراضي السكن والتمدن بزيارة إلى مقر تنفيذ المشروع الكائن بمركز إداري لينيا. رافق الوزير في هذه الزيارة إداريين وفنيين من الوزارة، وقبيل تفقد المشروع قال حاكم ولاية شارب باقرمي دكتور أبو بكر جبريل أبو بكر إن هذه الزيارة تعتبر جزء من أعمال متابعة المشروع الذي يزيد من الإنتاج الزراعي للولاية. وهذا إن دل فإنما يدل على الجهود العظيمة التي تقوم بها الحكومة لإخراج الشعب التشادي من الفقر، وأن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء يسعى دائما لبناء دولة تشادية حديثة من خلال برنامج الجمهورية الرابية الناشئة، والتي في مقدمة أولوياتها التعليم والزراعة والثروة الحيوانية والري. أما مدير الوكالة الفرنسية للتنمية أوليفي بادور باعتباره ممثل الجهة الممولة للمشروع، فقد أكد بأن الوكالة الفرنسية للتنمية ستواصل في دعمها لهذا المشروع الذي يكلف الوكالة 17 مليون يورو حتى يتم تنفيذه بالكامل. وزيرة استصلاح الأراضي السكن والتمدن أشتا أحمد بريمة قالت بأن هذه الزيارة تهدف إلى تفقد سير عمل المشروع وكذا معرفة العقبات التي تعيق تنفيذه. نشوفه كيف البروجي بار لينيال قاعد هنا ده بيشتغل الترافو، لأن الخدمة كيف هل تكمل قريب لسه، هل عنده صعوبة دارين نشوف الصعوبات شنو، هل نقدر نحلل الصعوبات ده عشان البروجي بيكمل. ما قدم منسق مشروع الاستصلاح المائي والزراعي لبحر لينيا عبد الصمد الدردير أحمد شروحات مفصلة لكيفية عمل المشروع وكذا الصعوبات التي تواجههم. وبعد الشروحات التي قدمها منسق المشروع، توجهت الوزيرة والوفد المرافق لها وكذا مسؤولي ولاية شارب باقرمي إلى المناطق التي بدأ فيها عمل المشروع، حيث تعرفت الوزيرة على الإشكاليات التي تواجه تنفيذ المشروع، مؤكدة بوضع خطط واستراتيجيات على مستوى الوزارة حتى يتم تحقيق الغرض المنشود. هنا اليوم هنا علينا في منطقة لينيا عشان نشوف البروجي هيدرو اغريكول هنا بار لينيا القاعد هنا في منطقة لينيا، وكي في سو لا ريسبونسابيليتي لا توتيل دو هنا مينيستير اميناجمون، دونك جينا نشوفو الترافو ده هل افانسي ولا لا، هل فيها مشاكل يعني بوقف الترافو، وكان مشاكل فيه نصححهم كيف عشان البروجي ده بكون كويس ونكملوا الفاس الحالية اللي قاعدين فوق ده اسمها الفاس بيلوت فاس ان، بس كي فاس تانية وكلها قد تبدأ بعد ما كملنا الفاس الأولى نبدأ الفاس الثانية، عشان الأجنس الفرنسيس انا ديفلوبمون اف دي قصدت تفنانسي لنا الفاس الثانية، وإن ده كونديسيون قبل ما تكمل الفاس الثانية لازم نكملوا الفاس الأولى، بس عايزين نشوفوا الاكتيفيتي الحاصل حاليا كده في منطقة لينيا في بار لينيا، جينا نشوفوا وفعلا جينا شفنا حاجات إمكانيات وحدين مقصرين فيه، قابلنا السكان هنا لينيا الناس المسؤولين منا والبنفيسير قالوا لنا شيء كثير ناقص، دونك بعد ما قبلنا هسه حاليا نجلس سوا معاهم مع الجوفرنير حاصل هنا والسكان وكل المشركين نشوفوا كيف نصححوا.